بننعي ايضا قدس ابونا مينا القمص مرقس راعي كنيسه ابو سيفين بجرجه، وهو ابن المتنيح القمص مرقس بالسلاميه، اخو الشهيد وديع القمص مرقس من شهداء حلوان، انتقل الى الامجاد السماويه امس الاحد 15 ابريل 2018. بنعزي كل اسرته، بنعزي شعب كنيسه ابو سيفين بجرجه. ايضا كان في خبر كده اتنشر بانه في مكرم المنياوي، خبر وفاه الفنان الشعبي مكرم المنياوي، وكان في حزن كبير قوي لمحبيه وجمهوره، لانه اتقال كان بيتم وصفه بان هو كان مداح الرسول، كان بيكتسب صيته كواحد من اشهر المنشدين والمداحين على مدى 50 سنه، احترافه للفن نوع من انواع الفن اللي هو المدايح المديح والحاجات اللي زي كده. هو ابن قريه بني احمد الشرقيه في مركز المنيا، مطرب شعبي امتهن تلك المهنه طيله 50 عام، وتميز وتفرد بادائه للانشاد الديني، وكان بيقول ان المديح هو اللي بيكسب الحفل مذاق، وانه مفيش تعارض بين كونه قبطي وانه بيتقن المدايح الإسلامية. في برضو لقاء تحضيري للجنة مئوية مدارس الأحد بتستعد. وبالمناسبة على فكرة، يمكن برضو فاكرين الفيديو اللي أنا كنت الحلقة اللي فاتت بحاول إن احنا نعرضه عليكم بالنسبة للثلاث مناسبات اللي احنا هتكون في الكنيسة عندنا. الفيديو يمكن قدرت تتمكن من ان احنا نبعته الحلقة اللي فاتت، وممكن برضو نجهزه، لان في ثلاث مناسبات: مئوية مدارس الاحد، في عندنا 50 سنة بالنسبة لعيد لظهور العذراء، وفي عندنا كمان مرور 50 سنة بالنسبة لحجر أساس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. فالحاجات دي برضو يعني لو قدر زميلنا لو وصل له ويقدر يعرضه يبقى حاجة كويسة قوي، لو ما قدرش برضو إن شاء الله نحضره لحضراتكم، لأن هو الفكرة إن قداسة البابا بيتحدث عن الثلاث مناسبات المهمين جدا في كنيستنا. في تفاصيل أكتر عن مناسبة مرور 100 عام على تأسيس مدارس التربية الكنسية، مدارس الأحد على يد القديس حبيب جرجس. مدارس الأحد بدأت في مصر عام 1908، كانت عبارة عن درس بعد القداس، وبدأت حركة نشرها في الثلاثينات، وأصبحت دروس منتظمة يوم الجمعة لكونها يوم الأجازة الرسمية في الدولة. عقدت لجنة مئوية مدارس الأحد لقاء موسعا يوم السبت الماضي لمنسق احتفالات مئوية مدارس الأحد مقر مطرانية المعادي بكنيسة ماري جرجس كوتسيكا، حضره إلى جانب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي ومكرر اللجنة، مندوبه 14 منطقة تمثل عدد كبير من الإبرشيات والكنائس في مختلف أنحاء الكرازة، وتبادل الحاضرون الآراء والخبرات في الترتيبات الخاصة بالاحتفال. طيب احنا برضو لو قدرنا نجهز الفيديو بقى كويس، بس احنا معانا دلوقتي اتصال من أستاذ بولس بسبب حالة اختفاء، أعتقد برضو بنرحب بيك أستاذ بولس. استاذ بولس، انا مساء الخير يا دكتوره منى. مساء النور، اهلا بحضرتك. انا بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي. معلش وحضرتك دخلت معانا الحلقه اللي فاتت مش كده؟ طب فكرنا معلش باسم ال مرسى اللي هي سايبه بناتها مع حضرتك. ايوه تمام. ايوه انا بولس. اسمها مرسى ايه معلش؟ عشان نقول الاسم، وان حضرتك مناشدة الريس بخصوص مرسى مين؟ مرسى ميلاد فرج. مرسى ميلاد فرج كم سنة؟ 27 سنة. اتفضل قول مناشدة حضرتك، اهلا بيك. انا بناشد الريس عبد الفتاح السيسي. ايوه. نحن انتخبناك، ما انتخبناكش عشان بلدك تتخطف وستاتك تتخطف، وما فيش تواصل مع الحكومه ولا شمال ولا يمين، وبناشد يعني هو دي سايبه بنتين، حرام عليكم كده، حرام عليكم. البنات بتموت، امها بتموت، جوزها بيموت، الدنيا كلها بتموت، نحن بنموت. انا قاطع عيشي من الكويت وجاي هنا من وقتها، والناس قاعده هنا، ونروح للحكومه كل يوم الحكومه ولا فايده. وبناشد السيد وزير الداخليه، بناتي وستاتي كل يوم بتتخطف، ولا حياتهم من تنادي، حرام عليهم كده، حرام عليهم. يعني هم قاعدين في مكاتبهم وسايبيننا نحن نغلي. تمام، يعني
انا بضم صوتي لصوت حضرتك يا استاذ بولس، ولصوت كل الاسر بتستغيث وبتناشد الرئيس والداخليه بانه يرجعوا لهم ستاتهم وبناتهم المختفيات. يعني مش معقول كده فعلا قصه، وفي الفتره دي بالتحديد ودينا شايفين كذا حاله. تحب تضيف حاجه تاني يا استاذ بولس؟ قلوبنا معاك. وحالة انا عارف. الكنائس، نعم، يعني كل يوم كنايس وبنات وستات، امال احنا نمشي اصلا من مصر يبقى؟ لا، ما مصر 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 الوطن. انتخبناك ليه؟ معلش انا عارفه المشاعر اللي انتخبناك حضرتك. عشان تتهجموا على كنايسنا، ياخدوا بناتنا، ياخدوا ستاتنا. يعني من وقت الانتخابات زادت المرض. من وقت ما انتخبناك يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، زاد المرار اكثر واكثر. ربنا يكون في عونك يا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان خاطر بناتها الصغيرين، عشان خاطر امها اللي هتموت، احنا بنموت كلنا، بنموت تمام. كلنا، ولا حياه من انت نادي. فكرنا بناتها عندهم اعمار ايه برضو؟ اعمار بناتها ايه يا استاذ بولس؟ خمس سنوات وست وست سنوات. سنوات 5 و6. ربنا يكون معاكم، ربنا يحافظ على البنات ويكون مع والدتها، وان شاء الله يا رب يا رب تعرفوا اي اخبار يعني، ويا رب ترجع ان شاء الله، والصلاه كمان اقوى من كل شيء، وان شاء الله هيكون في صلاه مستمره لكل هؤلاء السيدات والبنات اللي احنا في الفتره اللي فاتت دي احنا بنقول اهو بتاع 7 8 يعني، ربنا يرحمنا يا رب. طيب، هو الفيديو اعتقد مدته يمكن 10 دقائق تقريبا، ممكن ناخد من اول ما قداسه البابا بدا يتحدث، وهيقول بس فكره سريعه عن ايه هي اهم 3 مناسبات بتمر بيها الكنيسه. لا ده بتهيألي مدته دقيقتين، انا عفوا مدته دقيقتين يعني مش كبير. نشوف مع حضراتكم، ودول اهم المناسبات اللي هيكون فيها الاحتفال في الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هذا العام في الوقت اللي جاي ان شاء الله. من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هذه مناسبات وطنيه مصريه خالصه نحتفل بيها في عام 2018. نصلي دائما ونقول من جيل إلى جيل وما أجمل الوفاء. في هذا العام نحتفل على أرض مصر بهذه المناسبات الثلاثة. أولا افتتاح الكاتدرائية، كاتدرائية ماري ماركوس في العباسية بالقاهرة عام 1968، افتتحها الراحل الرئيس جمال عبد الناصر والقديس البابا كيرلس السادس، وحضرها امبراطور اثيوبيا الامبراطور هيلا سيلاس. وكان هذا الافتتاح لاكبر كاتدرائيه في منطقه الشرق الاوسط باعتبار الكنيسه المصريه اقدم كنيسه في منطقه الشرق الاوسط. الاحتفال الثاني نحتفل بظهور القديسه مريم العذراء على قباب كنيستها في ضاحيه الزيتون بالقاهره. هذا الظهور الذي استمر اكثر من عامين كان لجميع المصريين، شاهده الآلاف بل الملايين من المسلمين والمسيحيين وكل الديانات وكل السائحين وكل الذين زاروا مصر في تلك الفترة في عام 68 وعام 69. الاحتفال الثالث هو احتفال بمرور 100 عام على تأسيس نظام مدارس الأحد. مدارس الأحد هو النظام التعليمي الأساسي في الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية. الهدف منه هو التنشئة الكنسية والتنشئة الوطنية والتنشئة التربوية لكل الصغار، ويكبروا جوه كل كنيسة ليصيروا مواطنين صالحين في المجتمع، سواء عاشوا في مصر أو هاجروا خارج مصر، يصير الإنسان منتميا إلى أرض الوطن. هذه الاحتفالات الثلاثة، مئوية مدارس الأحد، والنجيل الذهبي لظهور العذراء في الزيتون، والنجيل الذهبي لافتتاح كاتدرائية العباسية، نحتفل بها طوال عام 2018. ندعوكم للمشاركة والتمتع بهذه التذكارات الجميلة. كل سنة كل
كل سنة حضراتكم طيبين، وإن شاء الله تبقى فرص جميلة لاحتفالات، وربنا يريح قلوب كل اللي عندهم قلق يا رب. قداسة البابا أيضا يستقبل سفراء الدول الآسيوية. استقبل قداسة البابا توادروس الثاني بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون سفراء عدد من الدول الآسيوية. قام السفراء أيضا بجولة بدير القديس أنبا بشوي، كما زاروا دير القديس مكاريوس ببرية شهيت. وكان قداسة البابا قد التقى في وقت سابق بمجموعة السفراء ذاتها بالسفارة اليابانية بالقاهرة. أيضا قداسة البابا استقبل أعضاء الوطنية للانتخابات، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية. أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. والهيئة الوطنية كانت قد انتهت مطلع الشهر الجاري من إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنشأت الهيئة بقرار جمهوري في أكتوبر في العام الماضي لتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية وانتخابات المحليات. نيافة الأنبا بشوي يترأس الوفد الأرثوذكسي في الحوار بين الكنائس. انطلق الأمس الأحد في مدينة أنطالياس اللبنانية استقبلت اجتماع رؤساء الحوار بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بمشاركة نيافة الأنبا بشوي مطران كفر الشيخ ودمياط والبراري عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أجل مناقشة النقاط الخلافية وبين الكنائس في إطار اجتماعاتها المتواصلة منذ انطلاق الحوار اللاهوتي للوصول إلى الوحدة الكنسية منذ عام 1985. طب كويس، من عام 1580 وإحنا بنتناقش، وبياخدنا طبعا موضوع إن إحنا بنقول يا جماعة ماشي، يعني يا ريت تناقشوا موضوع توحيد الأعياد. وواضح إنه الحوار بالنسبة للخلافات والنقاط الخلافية بين الكنائس ده شكله هياخد وقت طويل قوي. ده إحنا بنتكلم على من 1985، فيعني احنا دلوقتي 2018، فهل ممكن بس يكون في اهتماماتكم في هذه النقاط، يعني موضوع توحيد الاعياد والخلافات تناقشوا فيها، يعني كملوا نقاشات فيها، تمام مفيش مشاكل، دي حاجه جميله ويا رب نوصل لاتفاقيات يعني، لكن بس العيد، توحيد العيد برجوكم يعني، يا رب صوتنا يتسمع. في برضو الأول مرة طلاب أكاديمية الدلتا العلوم بالمنصورة يرنمون ترنيمة يا ملك السلام بمسرح وزارة الشباب والرياضة. وذي سابقة نادرة من نوعها رتل طلاب أكاديمية الدلتا العلوم بالمنصورة المسلمين، وهم محمد عاطف وعبد الرحمن وأحمد حسين والطالبة آلاء علاء بقيادة المايسترو حمدي الواعي الألحان القبطية الكنسية زي لحن يا ملك السلام وترنيمة إن أنسى من أمي الحنون، وبطريقة أكثر من رائعة نستمع إن أنسى من أمي الحنون. نستمع لجزء كده صغير، وطبعا انتوا عارفين انه كانت برضو انه ده في اطار الابداع، ومن الناس اللي برضو متابعين موضوع الانشاد الديني علي الهلباوي كان في لجنة التحكيم، وكان في كمان انطون ابراهيم عياد ابن طبعا المشهور طبعا ابراهيم عياد. نشوف مع بعض جزء صغير. أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد، يا رب ارحم، 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 يا رب ارحم. جميلة، وكان نفسي نستمع ليها أكتر من كده، يعني حاجة حلوة جدا، لكن معلش نظرا طبعا احنا عندنا حاجات كتير والوقت كالمعتاد بيداهمنا. للأسف برضو هنروح لباكستان، وأعلنت داعش الدولة الإسلامية الإرهابية داعش مسؤوليتها عن مقتل 2 في باكستان، وفي هذا الشهر كان قتل كمان 4 آخرين في بداية الشهر في بداية إبريل. قتل مسيحيان وأصيب 3 آخرون بالرصاص بالأمس في اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية داعش خارج كنيسة في مدينة كويتا في جنوب غرب باكستان، على ما أفاد مسؤولون، في ثاني هجوم من نواه على الأقلية المسيحية في المدينة خلال هذا الشهر الجاري. كان في يوم 3 إبريل
أربعة قتلوا بنفس الطريقة، فتح النار، مسلحين يفتحوا النار، وبرضو داعش أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث. فتح مسلحون يستقلون دراجات بخارية النار على مجموعة مسيحيين خارج كنيسة في كويتا عاصمة ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان. وأعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان ولاية خرسان مسؤوليته، كما ذكر مركز سايت الأمريكي لرصد المواقع الجهادية. المسؤول في الشرطة المحلية قال أنه أربعة رجال على دراجتين بخاريتين فتحوا النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وقع الاعتداء في حي عيسى مغري ذي الغالبية المسيحية في كويتا، فيما تجمع مئات للاحتجاج على الاعتداء. كان في برضو تجمع لكثيرين اعترضوا على الاعتداء، وغالبا هذه المشاهد اللي بنشوفها قدام حضراتكم دي كانت مشاهد تقريبا من الاعتداء الاول اللي كان حصل 3 ابريل في كويتا. قانون الأول كمان هاجم انتحاريان ينتميان إلى تنظيم الدولة الإسلامية يوم عيد الميلاد برضو لو تفتكروا الكنيسة اللي كانت في كويتا، وأسفر عن قتل 9 عن 9 قتلى و30 جريح. المسيحيون يشكلون أقل من 2% من سكان باكستان البالغ عددهم 200 مليون نسمة، يعانون التمييز والتهميش ويمارسون أعمالا متدينة أو يعني متدنية، وبيتعرضون ل كثير جدا من الاتهامات بالتجديف والكفر، وطبعا يعني للأسف الشديد 2% من وسط 200 مليون نسمة، وكل شوية بيتعرضوا لاعتداءات من هذا القبيل. يعني كان في شهر 12 اللي هو في عيد الميلاد بالتوقيت الغربي تعرضت الكنيسة للهجوم 9 قتلى و30 جريح. جه في شهر 4 شهر ابريل كان في 2 او 3 ابريل كان في برضه هجوم مسلح 4 قتلوا، وادي امبارح كان في هجوم برضه مسلح 2 قتلوا، وكل ده اعلن عنه المسؤوليه تنظيم داعش الارهابي. ربنا يحافظ على كل المسيحيين في كل العالم، وخصوصا من هذه الاعتداءات ومن هذه الافكار التكفيريه وهذه الامور. هناخد